شيء صراحه. اكيد صحيح. احنا قبل 4 سنوات انعزمنا طبعا فنجان قهوه عند احد اخويانا. هلا. قال الله يحييكم القهوه بعد العصر. جينا بعد صلاه العصر قلطنا عندي في البيت. اعتذر هو جانا قال انا بكم 5 دقائق. هلا. بروح اجيب لي غرض وبجيكم. جلسنا احنا في المجلس انا وخويي هذا جالسين. اها. شوي دخلت علينا بنت عمرها في 20 سنة كذا. يعني دخلت علينا وشافتنا وقامت تضحك. التفتت في نظره حطت عينها بعينها عيني بعينها. شكلي ما جزت لها. راحت الخوية وشافت رفعت رجلها 90 درجة وشاتها على وجهها. قامت تضرب فيها. أنا ضحكت. ما كان صاحي يعني عليها قصة. إيه هذه تجط قصة. خلاص الفيلم. فقامت تضربه. أنا ضحكت. التفتت فيه. أول ما تتعيني بعينها انحشت أنا. طلعت. خربت مع الباب ولحقني هو طلع. قال ليش ما فزعت لي؟ قلت أفزع معك أنا بنت. صاحي. أفزع هذا كبري أفزع. سلامات. المهم مشينا. يا ساتر. دق علينا معزبنا اللي عزمنا القهوة وينكم سلامات؟ قلنا احنا والله تقهوينا ومشينا شربنا قهوة على كيف كيف. المهم جاء صلاة المغرب كذا اللي هو جايني في البيت ومع الشباب يعتذر وانا اعتذر منكم وانا لما ادرت على الموضوع وش السالفة؟ سألنا وش السالفة؟ قلنا والله دخلت علينا حرمة قامت تصفق فينا تضرب فينا السالفة. قال هذه كانت الله معطيها البنت هذه عمرها بال20 طبعا يقول هذه كان الله معطيها جمال الله. ومعطيها الله يعني شعر ما شاء الله تبارك الرحمن. فراح الزواج فعطوها عين في نفس الزواج فجاها مس إيه وصارت زي المهبول يعني بنت بدون عقل صراحه سبحان الله. اي نعم فمجدي فيك ضربتك. لا انا ما جاتني ولا الحمد لله. فالحمد لله والشكر يعني سالت عنها قبل فتره يعني هو بنفسه قريب هذا قال لي لا الحمد لله يعني حلقوا الشعر سبحان الله فراح منها المس وراح منها المشاكل دي والحمد لله. فهذه يعني الزواجات ما يجي منها دائم الا الشر والمشاكل.